حركة خلصوها، هدف بركة عادل عبد الرحمن. كريم يحيى، كريم يحيى يضع ضربة رأس قوية. ارجع يا مخرج اللقاء، هات لي الركلة الركنية. مؤمن زكريا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لو كملت ريان. جول 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 جوه، جول الموسيقار عمار، عمار حمدي يضع هدف ثاني للنادي الاهلي. حسن يوسف عايز يلم، عايز يعدي، عايز يمر. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جوه، جول حسن يوسف يضع هدف اول لفريق الطلائع الجيش. حطها لزياد، زياد حيادنا على شماله اللي بيحب يرفع والرفعه، وجول جول جول جول. مقاس يا ولد يا ولد، قلت حطها له على شماله اللي بيحب يلعبها، زياد طارق. اسيست رائع رائع رائع، ونزل واحد تاني ممكن يتحرك من تحت لفوق. لما انا شايف محمد خيري، وادي التاني، وادي التاني التاني التاني. حلوه حلوه حلوه، ياسين بياخد الكوره ويلف بيها، يعني خدها كده عمل. وداخل مصطفى. يا ولد يا ولد، بقول لكم بقول لكم، ولد جميل. حلوه حلوه حلوه، حاططها في المقص، ما يقدرش يعمل لها حاجه. عبد الحميد يا ولد، حاططها لزياد، حلوه قوي. ودخل المنطقه زياد، عدل لنفسه. يا ولد لمه لمه جميله، ياسين مره واتنين وجول، مره واتنين وجول، جول جول. هدف في الدقيقه 27، ياسين علي يسجل لنفسه. هايل جدا، بسم الله ما شاء الله. يتلعب لافريقي، افريقي يعدل الكوره، افريقي رقص ابو العيله ويجيب جول. الله 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 يا افريقي، بيسجل هدف جميل 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 في الدقيقه 40 من الشوط الثاني. الفرقه كلها بتجري على مصطفى حسين والشهرة. اكيد كل الاهداف حلوه، لكن دايما زي ما احنا معودين حضراتكم ان احنا دايما في كل حاله هنختار ثلاث اهداف، احسن اهداف من وجهه نظرنا، هنستعرضهم دلوقتي مع حضراتكم عشان نشرحهم دلوقتي. الثلاث اهداف، اول هدف كان لمصطفى الياس في مباراه الاهلي والنصر اللي انتهت فوز الاهلي 5-0، هدف رائع 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 من كره ثابته، تحس انه حاططها بايده في المقص، يعني لا يعني صعبه جدا، لو اي حارس مرمى واقف صعب عليه. الهدف الثاني برده من نفس المباراه كان لياسين علي، الاستلام رائع، اتحطيت له بينيه التحرك في المساحه الفاضيه، استلمها بشماله، استلمها بيمينه وسددها بشماله، صعبه برده على الجون. هدف رائع لياسين علي. الهدف الثالث كان لحسن يوسف، لاعب الفريق الاول في طلائع الجيش في مباراه الشباب الاهلي طلائع الجيش اللي انتهت بفوز الاهلي 2-1، هدف برده رائع لحسن يوسف، هدف رائع لحسن يوسف. هنروح دلوقتي مع حضراتكم هنشوف تشكيله الافضل خلال الاسبوع اللي فات لكل فرق القطاع. دايما زي ما احنا معودين حضراتكم، الافضل سلوكيا والافضل فنيا، ودي بيبقى برضه حريص عليها كل اللعيبه داخل القطاع، ان كل واحد دايما يبقى هو الافضل في الاسبوع في مركزه. زي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه، في حراسه المرمى رمضان ابو حطب مواليد 99، خط الظهر من اليمين كريم يحيى مواليد 98 باك رايت، بجاد محمد 2004 مساك، علاء الشربيني مواليد 2000، باك ليفت محمد اشرف 2001، اثنين نص ملعب مدافع محمد نصير مواليد 99 واحمد السيد مواليد 99، ثلاثه تحت المهاجم ياسين علي مواليد 2000 وميدو نبيل 2003 وعلي ايمن 2004، وفي خط الهجوم عبد الوهاب علي مهاجم منتخب الاسبوع. هي دي تشكيله الافضل زي ما احنا شايفينها قدام حضراتكم، اللعيبه اللي تالقت داخل القطاع خلال الاسبوع اللي فات. هنروح دلوقتي مع حضراتكم لتقرير مهم كان النادي الاهلي، يعني عقد صفقه مع ناشئ او مواليد 97 لعيب